هل تبي لا نخيت زواد من فوق الهقاوية والله اللي يقضي لزومك ما يحس من الغليبة شفع البرقة وراق بكل موقف ما تراوي كم فك من رقاب وكم وكم ما هي غريبة كم فك من رقاب وكم وكم ما هي غريبة على هجوس اللي لها شهرين في كل النحر من سببها كل يوم أسد رجلي في جذيب لين بيحت الكنين وصحت الرجال العزاوي الرجال اللي تثمم موقف ما فيه ريب والنخاوي ما تساق إلا لراعينا النخاوي الرجال اللي لهم من العرب قدر وهيب الرجال اللي لهم من العرب قدر وهيب محزمي وقت الشدايد كبر الندعاو انقصدهم بعد راب البيت يا مطلب نصيب عزوتي وافعالهم تعرف بردة البراو يوم دورة السنين اللي على العالم عصيب يحجبون الموقف الاصطاب بالسيف الرهاب يكرمون جار والضيفان باسطر الرحيب يكرمون جار والضيفان باسطر الرحيب والكرم طبع الكرام وراعي المدى غناوي من يعشق الكايدة تتعب لها ويبين طيب والحمية من صفات الكف والطيب حماو مثل ربعي لن تخيت وقلت يا ربعي عتب العتب لا نخيت تاج من فوق الحقاب والله يقضي لزومك ما يحس بلا غليب شفع البرقى وروق كل موقف ما تغاوي كم فكوا من رقاب وكم وكم ما هي غريبة كم فكوا من رقاب الرجل منهم بوقت الكايد حم النداوي كأنهم أخي قول للمهمة الصعيب والديون الدرع على الرجال من نجم سماوي تم والموضوع ما يحتاج تفصيل نجيب تم والموضوع ما يحتاج تفصيل نجيب على هجوس اللي لها شهرين في كل النحاب من سببها كل يوم أسد رجلي في جذيب لين بيحت الكنين وصحت موقف ما فيه ريب والنخاوي ما تساق إلا لراعينا النخاوي الرجال اللي لهم بين العرب قدر وهيب الرجال اللي لهم بين العرب قدر وهيب محزمي وقت الشدايد يوم كبر الندعاو انقصدهم بعد راب البيت يا مطلب نصيب عزوتي وافعالهم تعرف بردة البراو يوم دورة السنين اللي على يحجبون الموقف الاصطاب بالسيف الرهاب يكرمون جار والضيفان باسطر الرحيب يكرمون جار والضيفان باسطر الرحيب والكرم طبع الكرام وراعي المدى غناو من يعشق الكايده يتعب لها ويبين طيب والحميه من صفات الكف والطيب حماو مثل ربعي لن تخيت وقلت يا ربعي عتب العتب كم فكوا من رقاب وكم وكم ما هي غريبة كم فكوا من رقاب وكم وكم ما هي غريبة الرجل منهم بوقت الكايد حم النداوي كأنهم أخي قول للمهمة الصعيبة والديون الدرع على الرجال من نجم سماوي تم والموضوع ما يحتاج تفصيل نجيب تم والموضوع ما يحتاج تفصيل نجيب